بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك لأبناء محافظة البصرة ولكل الشعب العراقي افتتاح هذا الصرح الرياضي والعمراني، ملعب نادي الميناء، هذا النادي العريق الذي يستحق هذه التحفة العمرانية. قيمة هذا الإنجاز أنه تم تنفيذه بأيادي عراقية من خلال شركة عبد الله عويز وأولاده، بعد ما أنجز ملعب المدينة الرياضية واليوم ملعب نادي الميناء، وبمقترح من الأخ المحافظ محافظ البصرة، وإكراما وتثمينا لاسم المهندس المرحوم عبد الله عويز، قررنا أن يكون تسمية الشارع الرابط بين المدينة الرياضية والمطار باسم عبد الله عويز. كل التقدير لكل المبدعين من العراقيين، من المهندسين، من المسؤولين في الوزارة، في الاتحاد، في المحافظة، على جهودهم، على هذا الحرص والبذل والعطاء من أجل إكمال كافة الاستعدادات لإقامة بطولة الخليج العربي 25. هذا الحدث الرياضي الذي سوف يعقد إن شاء الله بعد أيام، نستضيف فيه أشقائنا من دول الخليج العربي، منتخبات كرة القدم، وكلنا أمل بأن نقدم الأفضل. هناك عامل مهم، وهذه رسالة للجمهور، الجمهور الرياضي الذي عرف بأخلاقه، بتشجيعه المهني وروحه الرياضية، قادر أن يرسم هذه الصورة، الصورة البهية، الصورة الرائعة لهذا الشعب المعطاء لهذه المحافظة التي تعتز باحتضانها لهذا الحدث الرياضي.